بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استجاب لدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: استجيبوا لربكم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. في هذه الآيات الكريمة من كتاب الله دلالة واضحة على وجوب الاستجابة لله ولرسوله، تارة يأمر بذلك وتارة يعد المستجيبين له بالنجاة والفوز، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الآية الكريمة يعد الله جل وعلا الذين استجابوا لربهم بأن ما أعد الله لهم من الكرامة خير وأبقى من الدنيا وما فيها،
كما أنه سبحانه وتعالى توعد الذين لم يستجيبوا له بقوله تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، بعدما بين أن الاستجابة لداعي الله توجب مغفرة الذنوب والنجاة من النار والعذاب. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، كما بين في آية البقرة التي سمعتم تلاوتها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. في هذا ما يدل على أن من استجاب لله سبحانه وتعالى فإن الله يجيب دعاءه إذا دعاه، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أجبت داعي الله أجاب الله سبحانه وتعالى دعوتك، وإذا لم تجب داعي الله فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنك. من أعرض عن إجابة دعوة الله أعرض الله سبحانه وتعالى عن إجابة دعوته، أحوج ما يكون إليه. والاستجابة لله تعني الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى بأداء ما أمر الله تعالى به من الطاعات، وكذلك من الاستجابة لله ترك ما نهى الله تعالى عنه، فإن الله أمرك أن أو نهاك عن أشياء فيجب عليك أن تستجيب بترك ما نهاك الله تعالى عنه، وبذلك تكون مستجيبا لله. إذا فعلت ما أمرك الله به وتجنبت ما نهاك الله عنه فقد استجبت لله وحصلت على السعادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير للإنسان والعز والكرامة في الدنيا والآخرة، فكل ما أمر الله تعالى به فإنه من مصلحة الإنسان، فإذا امتثله فإنه يحقق بذلك مصلحة نفسه. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة المطيعين، لأنه غني عنها سبحانه وتعالى، وإنما المطيع ينفع نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة للإنسان، فإن امتثلت ما نهاك الله، إن امتثلت نهي الله سبحانه وتعالى وتجنبت ما نهاك الله عنه فإنك تكون حققت لنفسك النجاة من المهالك
والأخطار والعذاب في الدنيا والآخرة، لأن الله لا ينهاك عن شيء إلا وفيه مضرتك وسوء عاقبتك، وإذا لم تجب ولم تترك ما نهاك الله عنه فإنما تكون قد أضررت بنفسك ولا تضر الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فالاستجابة لله سبحانه وتعالى يرجع خيرها ونفعها على العبد المستجيب، وعدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى يرجع ضررها وشرها وخطرها وسوء عاقبتها على المعرض عن أوامر الله ونواهيه. وكذلك الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إنما يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن استجاب لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حقق لنفسه السعادة واهتدى إلى الصراط المستقيم. ومن أعرض عن الاستجابة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يهلك نفسه ويهيم في طرق الضلال والهلاك، لأنه ترك سبيل الرشاد. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال سبحانه وتعالى في وصف نبيه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: الفلاح في الدنيا والآخرة، والنجاة من العذاب، وسلوك صراط الله
المستقيم الذي لا يضل من سلكه وسار عليه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا لما فيه حياتنا، لما فيه حياتنا في الدنيا والآخرة، الحياة السعيدة، لما يحييكم. وأعظم الحياة حياة القلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا لما يحيي قلوبنا، وهو الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، هذه حياة القلوب. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم يدعونا لما فيه حياة أبداننا، لأنه جاء بكل ما فيه الخير والمنفعة للقلب وللبدن. ما فيه الخير للقلب أنه جاء بالهداية والإيمان واليقين، وللبدن أنه حرم علينا كل ما فيه ضرر على صحتنا وأجسامنا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات لأن فيها حياة الأجسام، الحياة الصحيحة، ويحرم عليهم الخبائث التي فيها ضرر الأجسام وإمراضها. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحياتين، حياة الروح والقلب بنور الإيمان وهداية القرآن، وهذه هي الحياة الحقيقية التي تترتب عليها السعادة الأبدية، وحياة الأبدان التي بها يستطيع الإنسان أن يعبد الله، أن يصلي، أن يصوم، لأن الجسم والبدن مطية للقلب، يستعين بهذا الجسم وهذه الحواس وهذه الأعضاء على طاعة الله سبحانه وتعالى، يستخدمها في طاعة الله. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان مركب جسمه من أعضاء وعروق وحواس دقيقة وأجهزة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم، وكذلك من قلب الجسم أيضا فيه القلب الذي هو محل الإيمان واليقين ومعرفة الله سبحانه وتعالى. والجسم خادم للقلب، والقلب هو الملك في هذا البدن، وسائر هذه الأعضاء هذه خدم لهذا الملك. فإذا صلح القلب صلحت هذه الأعضاء،
إذا صلح الملك صلحت الرعية، صلاح الملوك صلاح للرعايا، إذا صلح القلب صلحت الأعضاء والجسم واستقامت على طاعة الله. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا لما يحيينا، لما يحيينا الحياة المعنوية، حياة القلوب والحياة الحسية التي هي حياة الأبدان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بصلاح القلوب وصلاح الأبدان معا. والأصل هو صلاح القلوب، وصلاح الأبدان هذا تابع. أما إذا فسد القلب فلا منفعة للجسد، ولو كان الجسد صحيحا ومعافا، ما دام القلب قد فسد فإن الجسد لا يستفاد منه بشيء. إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا معناه أن من لم يستجب لله وللرسول فإنه يعاقب بفساد قلبه وانطماس بصيرته وظلمة قلبه. يحول بين المرء وقلبه بسبب ماذا؟ يحول بين المرء وقلبه بسبب الإعراض عن الله سبحانه، عن الاستجابة لله وللرسول. فعدم الاستجابة لله وللرسول يسبب فساد القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إن لم تستجيبوا لله وللرسول فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبكم بفساد القلوب وعمى البصائر، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي لا يستجيب لله ولا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقب بأن يحرم من منفعة قلبه، ويصبح قلبه فاسدا. والله جل وعلا يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكل طاعة يفعلها الإنسان من الطاعات فإنه يكون مستجيبا لله، وكل معصية يفعلها الإنسان فإنه يكون غير مستجيب لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا لما جئت للحج تكون مستجيبا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى دعاك إلى الحج على لسان خليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين أمره الله بالنداء والأذان بالأذان: وأذن في الناس بالحج. أذن في الناس، الأذان معناه الإعلام والدعوة، أي أعلم الناس وادعهم إلى حج بيت الله الحرام. وكلمة الناس تعم جميع الناس إلى يوم القيامة. هذا النداء وهذا الأذان مستمر
كل عام إلى يوم القيامة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا، هذه الإجابة. ولهذا نحن نقول إذا أحرمنا بالحج أو بالعمرة ماذا نقول؟ نقول لبيك اللهم لبيك. التلبية هذه إجابة، إجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن فينا بالحج. فكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنه مستجيب لله ولرسوله. وكذلك الصلوات الخمس نحن نصليها إذا سمعنا الأذان. الأذان هذا دعوة من الله سبحانه وتعالى، الأذان لكل صلاة هذا دعوة من الله سبحانه وتعالى لنا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني أقبلوا، معنى حي أي أقبلوا، أقبلوا على الصلاة وأقبلوا على الفلاح. فإذا توضأنا سمعنا الأذان وتوضأنا وجئنا إلى المسجد فإننا نكون مستجيبين لله ولرسوله بأداء الصلاة. وإذا كان الإنسان على فراشه نائما ثم سمع الأذان وقام فإنه يكون مستجيبا لله ولرسوله. وإذا قام للتهجد بالليل فإنه يكون مستجيبا لله ورسوله. وإذا تخلف الإنسان عن الصلاة ولم يحضر للمسجد فإنه يكون معرضا عن دعوة الله سبحانه وتعالى، لا يكون مجيبا لله عز وجل. فإن صلى في بيته فإنه ترك دعوة الله حضوره إلى المسجد، وإن لم يصلي أبدا لا في بيته ولا في المسجد فإنه يكون معرضا عن أمر الله بالكلية والعياذ بالله. لأن عدم الاستجابة درجات، بعضه أشد من بعض. وكذلك أنت حينما تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتبيت بمنى، كل هذا استجابة لله ولرسوله. فأي طاعة تعملها من فريضة أو نافلة فإنك تكون مستجيبا لله ولرسوله. إذا تصدقت بالصدقة أو أخرجت الزكاة الواجبة فإنك تكون مستجيبا لله ولرسوله، لأن الله أمرك بالإنفاق، أمرك بالإنفاق. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا أنفقت من مالك ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى فإنك تكون مستجيبا لله عز وجل. إذا أحسنت إلى الجيران، أحسنت إلى الوالدين، أحسنت إلى الأقارب والأيتام، أحسنت إلى الجيران تكون، وأحسنت إلى إخوانك المسلمين تكون مستجيبا لله عز وجل. وإذا عققت والديك وعصيتهما
ومنعت الحقوق الواجبة عليك فإنك تكون غير مستجيب لله ولرسوله. وهكذا نجد أن كل طاعة فإنها استجابة لله ولرسوله، وكل معصية فإنها إعراض وامتناع دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن في طاعة هذا الرسول والاستجابة له خيرات كثيرة، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فرتب الهداية على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لحصول الرحمة. وكذلك بيّن سبحانه وتعالى أن معصية الرسول يترتب عليها أضرار عظيمة، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذي لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون متبعا للهوى، واتباع الهوى في غير طاعة الله ضلال، وليس ضلالا عاديا وإنما هو ضلال عظيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتبع هواه ويعرض عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد ضل أعظم الضلال، ويكون أيضا ظالما، يكون ظالما، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يكون ظالما. وهذا خطر عظيم ووعيد شديد. وهكذا الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم لهما مجالات كثيرة في حياة المسلم، حاصلهما أن كل طاعة لله ولرسوله فهي استجابة، وكل معصية لله ولرسوله فإنها امتناع من الاستجابة. والطاعة والاستجابة بمعنى واحد، ولهذا جمع الله بينهما في هذه الآيات التي قرأتها في أول المحاضرة، حيث قال سبحانه وتعالى أولا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالاستجابة لله وللرسول هي الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن من أعظم صفات المؤمنين أنهم يستجيبون لله ولرسوله، وما كان قول المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
وأما المنافقون والكفار فإنهم إذا دعوا إلى الله ولرسوله ليحكم بينهم فإنهم يعرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فالمؤمنون دائما وأبدا يستجيبون لله ولرسوله، ولهذا تجدهم عندما يقرؤون القرآن ويتدبرونه تزيد استجابتهم، وإذا قرأوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد استجابتهم لله ولرسوله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بخلاف الكفار والمنافقين فإنهم إذا تليت عليهم آيات الله لم يستجيبوا لها ولم يمتثلوا ما فيها، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت لما تنادي الإنسان البعيد المدبر لا يسمع صوتك، لا يسمع صوتك، ولو سمعه لم يفهمه لأنه معرض وبعيد، فهم بعيدون عن القرآن، يعني أنهم بعيدة أفهامهم عن القرآن، وإن كانوا حاضرين عند القاري وجالسين إلى جنب القاري لكنهم بعيدون عن القرآن بالامتثال، ينادون من مكان بعيد. أما المؤمن فإنه ينادى من مكان قريب لأنه مقبل على القرآن ومتدبر للقرآن، فهذا موقف المؤمن مع القرآن هدى وشفاء، وموقف الكافر والمنافق مع القرآن أنه ينادى من مكان بعيد، والذي ينادى من مكان بعيد فإنه لا يسمع، ولو سمع فإنه لا يفهم ما في هذا الصوت من مطلوب. فالحاصل أن واجب المؤمن دائما وأبدا أن يكون مستجيبا لله ولرسوله، حينما يسمع القرآن، حينما يسمع الأحاديث النبوية الشريفة، حينما يسمع الأذان، حينما يأتي وقت الحج والعمرة، حينما يطلب منه الإنفاق في سبيل الله، حينما يدعى للجهاد في سبيل الله، وهكذا المؤمن دائما على أهبة الاستعداد للاستجابة لله ولرسوله، بخلاف المنافق والكافر فإنه بعيد المنال معرض عن دعوة الله ودعوة رسوله. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن لا يتردد في قبول أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: أنا بالخيار، أنا حر، إن شئت امتثل وإن شئت ما امتثل. هو ليس حرا، هو عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله يجب عليه أن يمتثل أوامر الله من غير خيار
ولا توقف، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأيضا هو يعلم أن الله لا يأمره إلا بما فيه صلاحه وفلاحه. ولهذا قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين سبحانه أن ثمرة الاستجابة أنها راجعة إلينا لما يحيينا. وهل الإنسان، هل هنا أحد عاقل في الدنيا يرفض الحياة؟ هل أحد يريد الموت؟ لا أحد يريد الموت، وإنما كلنا يريد الحياة. فمن كان يريد الحياة الصحيحة الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة فعليه أن يستجيب، أن يستجيب لله ولرسوله. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة، الحياة النافعة، الحياة الصحيحة، حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الدنيا والآخرة، فعليه بالاستجابة لله ولرسوله، لأن هذا هو طريق الحياة الصحيحة السعيدة. أما من كان يريد الهلاك، لأن ضد الحياة ضدها الهلاك، من كان يريد الهلاك والعمى والضلال والنار والخسار فليترك أو لا يستجب لله ولرسوله، ويكون هو الذي جنى على نفسه وحرمها من هذا النور وهذه الحياة. وبين سبحانه وتعالى في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. المؤمن لا يعرض عن القرآن وهو يسمع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شأن المنافقين وشأن الكفار. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. المنافقون والكفار يسمعون بآذانهم ولكنهم لا يسمعون بقلوبهم وأفكارهم وحواسهم، يسمعون كما تسمع البهائم. البهائم الآن تسمع الأصوات، تسمع أصواتنا ولكنها لا تفهم ماذا نقول. الكفار والمنافقون مثل البهائم. ولهذا قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالكفار والمنافقون يسمعون القرآن ويسمعون المواعظ ويسمعون أوامر الله ورسوله سماعا يقيم عليهم الحجة، ولكنهم لا يهتدون بها ولا يمتثلون أوامرها. وكذلك من المؤمنين ضعاف الإيمان، من يكون عنده نقص في الاستجابة، من يكون عنده نقص في الاستجابة لله ورسوله، ويكون عنده تأخر عن الاستجابة، وهذا يضعف إيمانه ويضره بلا شك. لكن ما عنده من أصل الإيمان يفرق بينه وبين الكفار والمنافقين، وهو كالمريض
الذي يتطلب العلاج، فقد يعالج من هذا المرض ويشفى بإذن الله، وقد يزيد فيه المرض حتى يقتله. فالمؤمن إذا لم يستجب أو تأخر أو تكاسل عن الاستجابة فإنه يصاب بشيء من مرض القلب. وإذا تكرر ذلك منه فإن هذا المرض يزيد حتى يستحكم على قلبه، ثم قد يخرج من الإيمان بعد أن كان مؤمنا. فالخطر في هذا شديد، والواجب على المسلم أن يبادر إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يكون على خطأ وقع فيه بسبب الجهل في أول الأمر، أو بسبب التقليد للمجتمع الذي هو فيه، وإذا سمع النصيحة والموعظة والإرشاد عرف أنه مخطي، لكن قد يعز عليه ترك العادة ويعز عليه ترك ما كان عليه آباؤه وأجداده، ربما يبقى على خطئه وعلى ضلاله بسبب أنه يصعب عليه مفارقة مألوفاته أو عادة بلده أو ما أدرك عليه آباءه، وهذا خطر عظيم. الواجب على المسلم أنه إذا عرف الحق عمل به ورجع إليه فورا لا يتأخر، والحق ضالة المؤمن. وكلنا خطأ، كلنا عندنا أخطاء، ومن رحمة الله أننا نسمع القرآن ونسمع الأحاديث بين حين وآخر، هذا من رحمة الله بنا، لأنها تنبهنا إلى أخطائنا وإلى تصحيح أعمالنا. فالمؤمن إذا عرف أنه مخطي فإنه يبادر بتصحيح الخطأ. أما ضعيف الإيمان فهذا قد يبقى على خطئه بعدما عرف أنه مخطي، يبقى على خطئه، هذا ربما يصاب بالضلال، لأنه يوم أن كان جاهلا وهو معذور، ولكنه بعدما عرف واستمر على الخطأ بعد المعرفة فإنه لا يكون معذورا، وربما يؤول به هذا إلى الزيغ والضلال، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعلينا أن نبادر بالاستجابة لله ولرسوله ولا نتأخر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي بادروا بامتثاله ولا يتأخرون أبدا. لما سمع بعضهم قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده حائط كبير مملوء بالنخل والثمار، فلما سمع هذه الآية بادر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أو أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تصدق بهذا الحائط كله، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقبل هذا الحائط وأن يوجهه كيف يشاء في سبيل الله عز وجل.
وكذلك إذا سمعوا آيات الجهاد بادروا إلى حمل السلاح وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتثاقلون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي يده خاتم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وطرحه في الأرض، ألقاه في الأرض عقوبة لهذا. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاضرون: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامتثال، هذا هو الامتثال. بينما رجل آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيده اليسرى فقال له: كل بيمينك. قال الرجل: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه عليه الصلاة والسلام فعاقبه الله عز وجل بأن تصلبت يده بعد ذلك، فصار لا يرفع، لا يقدر على رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى فيه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الرجل فإنه أبى أن يأخذ الخاتم، خاتم من ذهب أبى أن يأخذه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرحه. هذا هو الامتثال، هذه هي الطاعة والانقياد والاستسلام لأوامر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية. وأشوف الأسئلة كثيرة ولعلنا نجيب على ما تيسر منها. هذا يقول: نحن نرغب في الحج هذا العام ولكن ظروف العمل تمنعنا ونحن نعمل بالحرم، فهل يجوز لنا الوقوف بعرفات ليلا؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، العامل الذي استؤجر لعمل هذا لا يجوز له أن يحج إلا إذا سمح له من قبل المستأجر، فإذا سمح له بالحج فلا بأس، والوقوف ليلا لا بأس به إلى أن يطلع الفجر. ليلة العاشر هذه تابعة ليوم التاسع، يجوز للإنسان أنه يقف فيها إلى قبل طلوع الفجر، لأن الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر ليلة النحار. فإذا وقفت في ليلة العاشر قبل طلوع الفجر فقد وقفت بعرفة والحمد لله. هذا يقول: ما رأي الإسلام في فوائد البنك؟ عندنا فلوس ولم أقدر أشغل هذه الفلوس، والمرتب لا يكفي. نقول: الفوائد الربوية حرام من البنك ومن غيره، الفوائد الربوية حرام، الله حرم الربا في صريح القرآن والسنة وتوعد عليه، فلا يجوز الاستثمار الربوي لا في البنوك ولا في غيرها. وقد جعل الله من المعاملات الصحيحة ما يغني عن المرابات، البيع والشراء وكذلك تأجير العقارات وتأجير البيوت والسيارات وغير ذلك، هذا فيه غنية للمسلم عن المرابات.
هذا يقول: أنا زوجتي، أنا وزوجتي أتينا من اليمن ولم نحرم، ونحن في مكة الآن، أنا وزوجتي، ما هو الحكم في ذلك؟ إذا كنتم جئتم من اليمن بقصد الحج فالواجب عليكم أن تحرموا من ميقات اليمن الذي، أو تحرمون من الميقات الذي تمرون به في طريقكم، سواء ميقات اليمن أو غيره، الميقات الذي تمرون به في طريقكم تحرمون منه. وإذا تجاوزتم بدون إحرام ترجعون إليه، تحرمون منه، ترجعون إليه وتحرمون منه إلى الميقات الذي تركتم الإحرام منه. أما إذا جئتم من اليمن بغير نية الحج، جئتم بنية زيارة أقارب أو عمل أو ما أشبه ذلك، ما عندكم نية للحج، وبعد ذلك تجددت لكم نية وأنتم في مكة، عزمتم على الحج وحصلت نية الحج بعد ما تجاوزتم الميقات، تحرمون من المكان الذي نويتم فيه، تحرمون من مكة إذا كانت نية الحج ما حصلت إلا بعد أن وصلتم إلى مكة، أحرموا من مكة. أما إذا كانت نية الحج معكم من يوم تمرون بالميقات فالواجب أن ترجعوا إلى الميقات وأن تحرموا منه. هذا يقول: بيّن لنا وقت الوقوف بعرفة ووقت الانصراف منها. وأين يكون المشعر الحرام بمزدلفة؟ وقت الوقوف كما بيّنته لكم يبدأ من زوال الشمس يوم 9 ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة 10، هذا وقت الوقوف. والذي يقف بالنهار يجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له الانصراف إلا بعد غروب الشمس. أما الذي يقف بالليل فهذا ينصرف متى شاء، الذي يقف في الليل ينصرف متى شاء، أما الذي يقف في النهار هذا لا يجوز له الانصراف إلا بعد غروب الشمس. المشعر الحرام قيل أن المراد به الجبل الذي في المزدلفة الذي عليه المسجد الآن، وقيل المراد بالمشعر الحرام كل مزدلفة كلها تسمى بالمشعر الحرام. والإنسان إذا نزل في أي مكان من مزدلفة فقد حصل ولله الحمد على المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في مزدلفة قال: وقفتها هنا، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، مثل ما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالأمر واسع ولله الحمد. هذا يسأل يقول: هل يلزم المتمتع أن يبقى داخل حدود الحرم حتى وقت، يعني وقت الحج؟ وما الحكم إن تمتع بالعمرة ثم خرج قبل الحج وأتى محرما من الميقات؟ نعم، المتمتع إذا خلص العمرة الأحسن له أن يبقى في مكة حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا هو الأفضل. وإذا خرج من مكة لحاجة، كما لو خرج إلى الطائف أو إلى جدة خرج لحاجة، فلا بأس أنه يخرج. ولكن إذا كان خروجه قريبا، يعني المسافة قريبة، يحرم من مكة بالحج. إذا كان المسافة بعيدة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، إذا رجع للحج يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه. إذا كنت أسكن داخل مكة فهل أدخل ضمن أهل مكة الذين، نعم، إذا كنت مقيم في مكة، إذا كنت مقيما في مكة لعمل فأنت تأخذ حكم أهل مكة، لا يكون عليك هدي.